العراق أرض السواد، أرض سومر وبابل وآشور وأكد. الكل يعرف أن هذه الأرض هي أرض الزراعة منذ آلاف السنين. مرت الزراعة بالسنوات الماضية من ظروف قاسية، أصعبها شح المياه. هاي الأزمة المستمرة وأثرها واضح على الفلاح. اتجهت الحكومة العراقية بكل ثقلها إلى التحول للري الحديث اللي يوفر كميات كبيرة من المياه واللي يزيد أيضاً إنتاجية الأرض. بأول أيام السنة السيد السوداني حب يبدأ عمله بزيارة مزارع الحنطة. هاي الزيارة اللي مثلت الاهتمام الحكومي الحقيقي بالقطاع الزراعي. برنامج أرض السواد قرر يزور نفس المكان ويتحدث مع نفس الفلاحين حتى نعرف كواليس هاي الزيارة ونتعرف على الإجراءات الحكومية لدعم الفلاح. حلقة جديدة لبرنامج أرض السواد، ابقوا ويانا. أحبتي المشاهدين، لقائنا الأول في المدائن راح يكون مع الشيخ أبو سعد المسعودي. الشيخ أبو سعد المسعودي بميزة في برنامج أرض السواد أنه أول شخصية ظهرت بالحلقات الميدانية وأول من نسقنا حلقة لأرض السواد اللي كانت قبل 4 سنوات وفي المدائن هو الشيخ أبو سعد المسعودي. أهلا وسهلا بك. وبيك أشكرك وأشكر قناة الأيام وكادر قناة الأيام. الله يحفظك. أشكرك صراحة أبو سعد. إحنا نلتقي هواي بالاستوديو أكيد، بس هيك أماكن لا، اللقاء يكون أحلى. هي هذه امتداد للاستوديو. صحيح، امتداد للاستوديو. أنا أعتبر الاستوديو امتداد لهذا، أو امتداد يعني هذا الأصل. هذا الأصل، نعم نعم، هذا الأصل، محاور برنامج أرض السواد. أبو سعد، قبل ما ندخل بمواضيع كثيرة تفاصيل كثيرة، أريد أعرف اليوم الواقع الزراعي في المدائن، وانت لك باع طويل في موضوعة الزراعة، وهذا المكان اللي اختاره رئيس الوزراء قبل عدة ايام واجى بيه على مود يطلع على ظروف الزراعة، ظروف الفلاحين المنتجين. اريد الوضع العام، لان انا ادري المدائن تعاني معاناة كبيرة جدا، خاصة بموضوع شح المياه. نعم، اولا احنا نقدم شكرنا باسم جمعياتنا الفلاحية في هالمنطقة لزيارة دولة رئيس الوزراء. نعم. الى هذه المنطقة، وهي تعتبر دعم إنه للزراعة حقيقة، اختيارها لهذه المنطقة. عموماً الزراعة في المدائن هي تأثرت بسبب شح المياه. نعم. وصار التوجه يعني على البدائل، الري بالتنقيط، الري بالرش بالمحورية أو المستقيمة. هاي المحورية. أي، إحنا عندنا بهاي المنطقة هي مزرعة أحد الفلاحين المتميزين الأخ أبو محمد. نعم. اللي هو رجل حقيقة استخدم الاسلوب الصحيح في استخدام المرشات ونجح بدرجه عاليه جدا في المنطقه، وان شاء الله كل الفلاحين ياخذون حذو هذا الوضع. نعم. هذه مزرعه محوريه اللي زارها دوله رئيس الوزراء هنا. نعم. وشافها هو متقصد انه يختار مزرعه معتمده على تقنيات. نعم نعم، عده مزارع عندنا، ولكن هذه المزرعه اللي هي ظروفها ملائمه ان يزورها دوله رئيس الوزراء من جميع النواحي. نعم. ومتكاملة من ناحية الإدارة والمنظومة الرش والتسميد والزراعه، يعني نمو المدائن من قبل تهتم بالزراعة استراتيجية، والمدائن كان مثل تهتم بموضوعة الخضار، موضوعة البستنة، لو شنو اهتمامها؟ المدائن هو قضاء زراعي، قضاء من أقضية بغداد، زراعي جدا مهم. نعم. ويعتبر سلة بغداد. نعم. من ناحية الخضروات، بس هو عنده المدائن بأراضي واسعة جدا تسمح بزراعة الحنطة والشعير. نعم، يعني من قبل. نعم، من قديم. نعم. الزمان. وكانت نعم. كلها تروى، هذه المنطقة بالستينات كانت تروى سيحا، يعني من الضخ من النار دياله ماكو مطور هنا نضخ عليه أو رش. كان خير، كان مي هواي. نعم. يسقي. هسه بواسطة الشح المياه لازم اكو بديل، والبديل هو المراشة،
والمرشي حقيقه اللي سوى زراعه احسن من السقى السطحي او التقليدي من ناحيه الانبات ومن ناحيه يعني ليش الفلاحين ما متجهين لها؟ لان يعني نلقى جزء دا يستخدم تقنيات ري حديث بس الاغلبيه لا ما دا يستخدموها. احنا هسه من صار شح المياه صار توجه على المرشات. يجب على الدوله ان تدعم الفلاح حتى ما عنده تنظيم مرشات. يعني قصدك العائق هو موضوع اسعارها؟ قد يكون بعض الفلاحين اسعارها يعني. نعم نعم بعض الفلاحين اسعار وكمياتنا محدوده مو ما متوفره كان من كان يعني مو هي الدوله لازم تتدخل وتدعم هذا الجانب حتى السيطره على شح المياه والفلاح يبقى منتج. نعم يعني هسه زين هسه منتج هو انه موضوع يسوون تسهيلات قروض بدون فوائد على مود الفلاح يقدر يجيب هاي التجهيزات. نعمل على الميزانيات الجديده. زين تعرف فلاحين اخذوا هاي السنه تقنيات ري حديث بالقرعه؟ اكو اي قليله جدا قليله إيه. ما انت ما على النجف طلعت وعلى كربلاء اعتقد على مناطقنا ما طلعت عندنا لحد الان بعد ما وصلت القرعه. هذا الموسم شلون بالزراعه الاستراتيجيه؟ هذا الموسم قليل عندنا ما عندنا كميات كبيره عندنا هاي المزرعه ومزرعه اخرى على 90 سنه ومي قليل ما واصلها اعتقد ما يوصلها مي. نعم ومزرعه في مشروع الوحده للاخ عدنان عضو اتحاد المدن ايضا عنده مزرعه بالمرشات. نعم ويا بعد يعني هنا اربع مرشات او خمسه لان الافقيه اللي جني هنا اللي عندنا يعني ما يعني هاي باقي ما مرشات حتى انت وراها هاي المرشه خلف المرشه من الجانب الغربي سقي سطحي بس هاي هسه مرشات. لا احكي عموما كزراعه سطحي او كان تقنيات ري هالسنه نقدر نحقق انتاج مثل السنه الماضيه اللي كانت سنه مطريه نقدر نقول عليها. لا المطر 75% دعمنا. نعم دعم الزراعه 75% المطر هو الاساس لنبات الزراعه. احنا السنه ما عندنا مطر ترى لا تحسبون سنه طبعا لا سنة ماكو مطر مو مثل العام يعني والاعتماد خصوصا هاي العام انا وصلت مناطق تاج الدين هيك وقت لا كان الخضار. احنا هسه هاي المنطقه ميها يعني اصلا مو صالح للزراعه يعني بس هو من لا شهره اللي بعد ماي من يجي هذا من مي نهر دياله اللي بمجمع المياه المجاري اللي تنصب. نعم مشروع الوحده من ياخذ مي؟ من الشط مباشره من المدن من دجله. من دجله الباقيات ياخذ من دياله. نهر دياله حاليا وضعيه نهر دياله شلونها؟ لا نهر دياله لا تحكيها يعني وضعيه نهر دياله يعتبر صفر المي ماله يعني اعتماد على المجاري فقط على المجاري. هو مناطق معتمدة عليه. اي هذا على المجاري حتى ما حتى يعني هو ماكو ضخ اصلا جمس والهذا كله على نهر الجمس. اي انقطع حتى هو حتى لان المي ما يكفي المجاري يكفي مضخات مي تروي 70 80 الف دونم مثلا. ما تكفي. لا ما تكفي. يعني نعم. احنا نعم اليوم اريد اعرف ايضا ظروف الفلاح بعد مثلا اكو قرارات حكومية انطلقت بالاشهر الماضية. نعم. مثلا موضوع الاسمدة. اي فتحوا الاستيراد. تتنقل الأسمدة بين المدن بشكل طبيعي، استفاد الفلاح من الموضوع أسعارها كقرار مفيد جدا هذا يعني. نعم. نأمل أن يتفعل يتفعل حسب يتفعل. نعم. يتفعل بالصورة الصحيحة يعني. نعم. هسه عندنا داخل فلاحة الأسمدة مالته وسيطراتها متوقفة هم جاي يقولوا لي منين لك هذا وقف وتعال احنا مرة صارت عندنا أحد الفلاحين وقفوا حجزوا سيارته يمكن ما طلع قبل أسبوع لو طلعت ما طلعت صارت ثلاث أشهر هاي شو وقت؟ قبل ثلاث أشهر اللي انا شايل اسمده ومديه للزراعه ما تلزمه العفو شايل الغاز ونفس الشيء الاسمده والغاز يعني شيء ممنوع يعني شيء هو مرتبط بالزراعه اي يعني سيطره تمنع على الامور. نعم هاي ولو جوز بعيد عن الموضوع اكو شاحنات قاعده تمر هسه هاي الشاحنات خلف هاي وين تروح؟ هذا طريق استراتيجي يربط الطريق العام اللي من النهروان الى طريق واسط بغداد من جهه ليش ما يستخدمون الطريق الرئيسي؟ هذا صار اسرع الشركة الصينية اللي إيه هو نعم. الشركة الصينية بس هو أسرع وأعدل ويختصر يعني من تقاطع النهروان إلى اللج تقريبا بال 20 دقيقة أو أقل 20 دقيقة أحسن ما تفتر منها وترجع على السيطرة القديمة وعلى اللي سميها في الكسر الشيخ أبو سعد اليوم الكل يتفق أنه فرضا أو مثال المدائن هي هويتها زراعية. نعم زراعية سنوات التاريخ كلنا نعرف بهذا الشيء. نعم. ولكن سنة بعد سنة لما قاعد أزور المدائن ابناء المدائن شباب المدائن وحتى كبار المدائن قاعد يتجهون لاعمال اخرى اكو عزوف عن الزراعه شنو السبب؟ مو لازم اكو اسباب يعني اكيد حتى نريد نبحث بالاسباب اي قد يكون تقنع انه يعزف عن الزراعه. اول شيء ما جاي يتوازن الانتاج ويا يعني المدخلات ما ويا المخرجات يعني مثل
الفلاح ما يشتغل بزراعته واموره وينتج ويصير عنده فاضي يشتغل به ويعتبر نفسه اكثر من الموظف او اكثر من الراتب صح. او اكثر من الشغله الثانيه صح. هذا جانب. جانب ثاني شح الميه اثر على الناس، يعني قام بدل ما يزرع ال 40 دونم يزرع ال 10 دونم، عنده حلال باع غصب من عنده وخلى القليل، هذا كله مؤثر. فراح لازم يتجه على مصدر اخر. المصدر الاخر هي العماله، يعني ما يروح يدور عمل، قطاع خاص قطاع عمل. الشباب اكثرهم لو يدور فرصة عسكري يصير. يصير عسكري والله ما يصير عمال. كل ولدنا عسكريين واحنا كنا عسكريين. بس هذا مو حل، يعني تعسكر كل الشعب، يعني يروح كل العسكر. هم نريد انه معمل ينتج، نريد انه شركة تنتج. شنو اهم المعامل اللي كانت موجودة بالمدائن وانغلقت؟ معامل حليب، محطات شان ابقار. كان ثلاث محطات ابقار على اقضاء المدائن. ولا واحدة تشتغل؟ ولا واحدة. وضخمة يعني محطات حليب الابقار بكبرى ب 9 نساء. اكو واحدة من المحطات حول تحط اعراضي. اي اساسي. اللي شفناها بالطريق. اساسي وعندك مشروع الوحدة وعندك بال يعني عندنا محطات شد. هاي محطات اضافة الى معامل اخرى، معامل الالبان ومعامل الزراعة الثروة الحيوانية والزراعية واحدة مرتبطة بلخ. اي اكيد. انه الاعلاف تنزرع، المي لازم يفيد الاثنين، فمشكلة اذا حلقة من الحلقات توقع عجلة الزراعة ما تتوقف. يعني اليوم كاليوم أعضاء جمعيات فلاحية كمزارعين كناس مهتمين بشؤون الزراعة. نعم. يعني أكيد نثمن زيارة رئيس الوزراء لهذا المكان. نعم أكيد. واللي حقيقة اليوم يعطي دافع للفلاح إنه اهتمام حكومي. نعم. شو تطلبون اليوم من الجهات المختصة من إمكان بالبرلمان كسلطة تشريعية؟ نعم. أو حكومة كسلطة؟ أو لجنة زراعية مال البرلمان يعني. أو لجنة الزراعية شو تطلبون منهم؟ ولا نطلب منهم الالتفات الحقيقية والصحيحة إلى دعم الزراعة بشكل عام. نعم. والفلاح بشكل خاص. الفلاح العراقي ما عنده مهنة حتى أنت تقدر تهمل زراعته حتى اسمه. بالعكس يندعم الفلاح من ناحية المبيدات وملاحة البذور وناحية الأسمدة ودعم المخرجات، يعني دعموه بالإنتاج ماله يعني. نعم. حتى يقدر يزرع، مو يبطل، مو يروح يدور وظيفة. نعم. لا يعني مثلا اليوم مثلا انتم كطلبات يعني مثلا سعر 850 جيد عموما جيد ما والله على هالوقت دولار صاعد لازم ما يساوي يرد يساوي بال 500 باعتباره على سعر السوق، لان الكيماوي هسه اذا هو على الدولار، الاسمنت على الدولار، الالات الزراعيه نشتريها على الدولار، قيمها على الدولار. نعم. الدولار مرتفع يعني اذا كانت الحاجه مثلا بس مو لازم تشترون من ناس داخلين بالمنصه يشترون على السعر الرسمي. والله انا جاي اسمع بالمنصه وما شايفين المنصه يعني هسه الدولار على اليوم اكيد المستوردين الكبار داخلين منصه. اي يعني الكبار ينطي الفروع على الفروع يقول لك المكاتب إيه. هاي كلها تتحمل للاسف هاي الحلقات لما توصل للزايد استاذ لما توصل للفلاح فهي محمله اجزاء هواي عليها للمستهلك. هي كل شيء براس الفلاح. هي كلها براس الفلاح. الفلاح يعني ينتج يطلب الحلوى يوصلها للمواطن، المواطن يشوف السعر يقول هذا صوت الفلاح. ابو العلوى المخضر وياخذونه ايه؟ نص ياخذ مثل الفلاح، الفلاح بنص وواحد بنص وجاهز تجي. هو ما عنده شيء. اي تجي جاهز ياخذ نص. حتى لو يزعلون اهل العلاوي خليه يزعلون. ساعه يزعلون عليك. لا يزعلون يعرفونها ليش يزعلون. شلون علاقاتك ويا حمزه منسي عباس؟ لا صديقي تحياتنا له يعني هو هم يعاني نفس معاناتنا. هو ملتهي بالزواج. اي لا بس يفكر تحياتنا بالزواج. تحياتنا الله يحفظك ابو سعد. ابو سعد طبعا بنهايه حديثي وقبل ما اختم وياك يعني نتمنى طلب من ارض السواد لحضرتك، انه انا سمعت انت هالسنه ما زارع. اي لا يدرون حتى جماعتنا واخوتي واعضاء الاتحاد يدرون ما زرعت لاسباب. ترجع للزراعه. لاسباب. اي المي شح قليل جدا. وبما احنا جمعيه واتحاد يعني انظار الناس علينا يعني يعتبرونا في العالم يعاتبوكم. اي عاتبنا فعزفنا احنا ما ندخل غير يزرع حتى يشوفوكم. انا إنه وقفت يدرون الري يدري والزراعه تدري، شعبة الزراعه تدري، اتحادنا يدري، الجمعيات كلهم يدرون، وحتى شخصياتنا ومناطق يدرون انا ما زرعت لهذه الاسباب. لانه قلت لك يعني اكو شغلات هذا يسمعونا جماعه الري. انت شوف فلاح يجي يشتكي يريد مي هسه بالوقت اللي ما بي مي، يشتكي ابو الصدر يشتكي على ابو البزايز يقول ماخذ مي، بينه وبين هذا 30 مطر يعني 30 اسم. اوه ويطلع المشكله يطلع الري يقول لي يلبي شكوته يشيل يطفي البزايز حتى يشكي الصدر. هذا ابد ما صايره يعني نهائيا ما كلش خلاص. كارثه على الجميع. فتقيس هذا بس نتمنى العوده للزراعه ان شاء الله. ان شاء الله عايدين الى زراعتنا ان شاء الله. ننتظر تفائلت ورا ما اجى رئيس وزراء؟ ها تفائلت؟
أنا متفائل قبل جاية رئيس الوزراء ومتفائل لما جاي سيد دولة رئيس الوزراء تفاعلنا أنه هناك أكو دعم وإن شاء الله إحنا عندنا توجه ونطلب ترى هو زراعي مثلكم هسه نطلب من خلال البرنامج أي. من دولة سيد رئيس الوزراء يوجهونا آبار للمناطق اللي تعاني من شحة المياه على فنان آبار يعني وحتى مو آبار واسعة لو الخمس دوانة لو العشرة يعني يسوون ينطونهم سلف او ينطونهم لجنه شو اسمها تجي هي الوزاره تسوي لهم ايه؟ تسوي لهم هاي تعيش الفلاح وتعيش ان شاء الله يا رب كل طلباتكم توصل كل التحيه والشكر لك شيخ ابو لقاءنا الآن مع أبو خالد الكناني رئيس جمعية الوحدة الفلاحية لقضاء الوحدة أو ناحية الوحدة؟ لا ناحية الوحدة ناحية تابعة لقضاء قضاء المدان نعم شلونك إن شاء الله بخير؟ الله يخليك أستاذ الله يبارك صحتك فيك شلونك. الله يبارك فيك ويعزك ربي يخليك الله يخليك طبعا أنتوا تعانون معاناة كبيرة مو كفلاحين كأعضاء ورؤساء جمعيات وغيرها ليش؟ العين عليكم نعم الفلاح ما يروح يتجه لوزارة الزراعة أو يروح لجهة مختصة احنا الناطق باسمه يشوفكم انتو أكيد. يصير مشكلة لا انتو ما وصلت نعم تتعانون من هاي الشغلة هاي نعم اليوم شلون تفهم الفلاح شلون هاي اريد اعرف اليوم الزراعة استراتيجية بالمدائن العام وصلتوا الى 50,000 دونم نعم السنة 10,000 دونم نعم اشرح لي على هاي القصة كلها احنا انطونا خطة يعني انطونا خطة 10,000 دونم ان نزرع هنا لانه شحة المياه شحة المياه عالمية يعني بس احنا زرعنا اكثر من 25 الى 30,000 دونم في قضاء المدانة فنطالب بزيادة الخطة لان الله سبحانه وتعالى ارزقنا بامطار هذه السنة يعني ابو خالد اريد حتى نفهم موضوع مهم جدا يعني انتو الدولة او وزارة الزراعة مع وزارة الموارد المائية لما سوت خطة زراعية قالت لكم انتو تزرعون 10,000 نعم انتو ايش قد زرعت احنا زرعنا هسه اكثر من 25 زي هاي تعتبر شلون مو تعتبر فنطالب احنا نطالب بزيادة الخطة لأن الله سبحانه وتعالى ارزقنا بمطر هذه السنة ارزقنا بمطر فزاد ايه فنطالب بزيادة الخطة طالب نعم. نطالب وزارة الزراعة بزيادة تنطينا زيادة الخطة لأن احنا زرعنا اكثر من الخطة اللي انطونا اياها ليش زرعتوا اكثر من ما انطاكم الخطة؟ الله سبحانه وتعالى ارزقنا بمطر هذه السنة يعني تتوقعون مثل الحال نعم يعني هم بداية قالوا خطة صغيرة قليلة بالضبط زرعتوا وصار مطر نعم نعم وهواي استفادينا من الزراعه الدميه اكيد نعم اشرح على جمعيه الوحده نعم ايش قد عندها دوانم ايش تزرع شنو تنوع جمعيه الوحده تقع في ناحيه الوحده نعم تشتغل بزراعه الخضروات بالدرجه الاولى وتشتغل بزراعه الحنطه عندنا اكثر من 7,000 الى 10,000 دونم حنطة. يعني إيه حاليا هي يعني الاكثر شيء بالوحده هي زراعه استراتيجيه استراتيجيه نعم نعم متجهين لموضوع التقنيات الري الحديث والله إيه متجهين هسه حاليا احنا جاي نسوي مرشات ارضيه يعني مو عموديه مثل ما تشوفون مو مثل هاي إيه فاحنا نطالب اولا نشكر سياده رئيس الوزراء زيارته الى قضاء المدان ودعم الفلاح فعندنا طلبين يم رئاسة يم رئيس الوزراء ووزير الزراعة أولا أن يدعم الزراعة شنو نوعية الدعم؟ الدعم يدعمها مثلا يزود لنا الحنطة يسوي مثلا أكثر من 900 إلى مليون دينار للطن الواحد نعم فنطالب بزيادة تسعيرة الحنطة السبب ليش تطالبون بزيادة مع العلم أنه مو احنا عندنا لقب 850 هو الأعلى بتاريخ العراق ما يصرف لأن عليه هواي صرفيات بالنسبة للدونم الحنطة اللي نزرعها شنو صرفيات؟ صرفيات كراب أسمدة منشطات هواي تروح لها صرفيات صرفيات تصرفون هواي نعم نصرف هواي عليه نعم وما يصرف لنا هذا اللي هسه السعر ماله قاعد اكو خساره قاعد يتعاني من هالفلاح؟ والله اكو خساره حاليا. نعم، انتم متفائلين الموسم الماضي كنتوا سلمتوا الحنطه مالتكم بسرعه اخذتوا فلوسكم. اكيد. فانتم متفائلين على هذا؟ ان شاء الله متفائلين لانه الدوله متعاونه ويانا بهذا نعم، كم رئيس وزراء زاركم سابقا؟ والله بس هذا رئيس الوزراء لانه هو من عائله فلاحيه وهو مهندس زراعي.
نعم. ومن عائله فلاحيه. انتوا قلتوا له باللقاء. نعم نعم احنا نشكره وندعو منه الله ان يحفظه ويوفقه. نعم. نعم. هو سيد السوداني اطلق على حكومته حكومه خدمات وقال احنا القطاع الزراعي هو اولويه. حسيتوا هذا الشيء لما زاركم؟ نعم. انه حسيتوا اكو اهتمام؟ نعم اكو اهتمام من قبل هوايه ونطالب بدعم المخرجات يعني. ايه. يدعمنا. يعني المخرجات زياده المخرج السعر. زياده السعر. نعم. ايه. اما المدخلات لا هي ما تجينا تجينا بشكل صحيح عندنا. يعني. تروح في اجياب التجار والفاسدين. فما توصل. يعني مثلا محددين لكم كميات اكو ناس تاخذها تبيعها اكيد اي بالضبط بالضبط نعم بتعانون موضوع المكاتب الزراعيه قاعد يصير دين عليكم هواي اكيد اغلب الفلاحين يتداين بالبدايه نعم يتداين القسم يبيعون حلال عندهم حتى يجيب بيه الاسمده وما شابه ذلك اها صايره عندكم نعم صايره واكو ناس يخسرون وما يقدرون يسدون واكو ناس تخسر وما تنتج يعني نعم اليوم اكو صنفين من الفلاحين، اكو كبار المزارعين واكو فلاح واكو الفلاحين اللي حقيقه بشيء بسيط يعني يزرع خمس دواني بالضبط اكو اي اكو فلاحين ما شاء الله. انت بوجهه نظرك اليوم الحكومه لازم تقدم دعم للثنين او تقدم دعم للفلاح لا 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 تقدم الاثنين ماكو فرق بيناتهم، هذا ينتج وهذا ينتج نعم حسب امكانيته وحسب مساحه ارضه اها حسب نعم جيد. قرار موضوع الأسمدة اللي صارت بحرية تتنقل نعم اختلفت الأمور لو بعد نفس السابق بصراحة يا رئيس الوزراء يريد تطبيق دائما يريد تطبيق المفروض رئيس الوزراء يدسكتوا عن طريق قائد العمليات اللي قائد عمليات بغداد يدز له مثل برقية وكتاب يخاطب السيطرات بين تداول المواد الأسمدة من محافظة إلى محافظة أو من منطقة إلى منطقة هسه احنا حاليا الأسمدة معاناة لحد الآن حاليا اياكم معانا هسه بالسيطرات يقول لك ما اجي فرضا اني عندي سياره محمل اسمده اوديها من تاج الدين ابو السيطره ابو السيطره يقول لك اني ما جايني من القائد مالتنا او قائد العمليات او المسؤول علي اي كتاب ما يخلينا هو رئيس وزراء اعلن انه لازم هي بحريه تتنقل بعد والاستيراد والله حاليا هسه السيطرات ما حاليا بيش الطن طن السماد اليوريا تقصد نعم حاليا هسه التجار يبيعوا ب 720 730 تجار اما الدوله 600 650 مو فرق اي 650 يعني الدوله هسه ناخذ من نعم العام بيش كان؟ العام تقريبا 600 650 نعم اكو نوعيه السماد زاد مليون وشويه هذا السماد الداب الداب هسه حاليا الداب مليون و 400 وصل بالنسبه للتجار 400 مليون و 400 حاليا حاليا ايضا هسه نفس الشيء نفس السعر نفس الشيء يعني مو ذاك الفرق للاسف يعني نفس الشيء نعم ما شاء الله احنا في مكان طيران الان نعم اليوم ستة كانون اها جيد كل التحيه لكل قواتنا الامنيه المختلفه الصنوفه نعم. ان كان جيش شرطه حشد شعبي مكافحه ارهاب الكل كل التحيه والشكر لهم ويدللون علينا حتى الله يعزك الله يعزك الله يعزك رب يحفظهم ان شاء الله الله يبارك فيك طبعا ابو خالد تحياتنا اليك على كل هذه المجهودات والتعب الكبير وحقيقه اللي قاعد تعانون معاناه كبيره انتم كجمعيات فلاحيه اذا تريدون توصلون الشيء الصحيح للفلاح يعني توصلون اصواتهم للحكومه للجهات المختصه لوزاره الزراعه ولكن الظروف اقوى اكيد نعم نعم موضوع شح المياه موضوع هو ازمه عالميه هو هذا التغير المناخي مطالباتكم يا رب ان شاء الله توصل لكل الجهات المختصه مشكور مثل ما قال اليوم حتى احنا كاعلام عراقي متفائلين بزياره رئيس الوزراء لهذا المناطق نعم احبه المشاهدين اليوم الفلاح دائما عندي هذا السؤال المتابع برنامج ارض السواد اربع سنوات اي مكان اروح له اي مكان اروح محافظاتنا العزيزه كلها وان كانت مزارع حنطه او بستنه او غيرها من هذه المواضيع اسئله سؤال واحد
اقول له اكو مسؤول حكومه زاركم؟ يقول لي لا ما شايفينهم. اكو مسؤول من وزاره الزراعه؟ يقول لي لا ما شايف. اكو ناس مختصين بهذا الموضوع الدوله رسلت لهم؟ لا. فاليوم انتقاله ومنعطف كبير جدا انا اعتبره. اليوم لما رئيس وزراء خلال سنه واحده تقريبا 3 زيارات الى المزارع ويعد زياره الى السايلو فرضا، حتى السايلو اللي هو يجيب يستلم الحاصد، يستلم الحاصد المحصول من الفلاح، فاكو انتقاله. اليوم الفلاح دي يحس اكو ناس مهتمه به. الفلاح اليوم لما يزرع وجهد هذا الكبير ومي ماكو ويجيب مرشات ويجيب اسمده ويجيب هذه الامور كلها وبالاخير مثلا يخسر او يكون مثلا يعني يداين وياخذ من المكاتب الزراعيه، لما يشوف اليوم اعلى سلطه واعلى راس بالسلطه التنفيذيه وهو رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحه لما يزوره بمزرعته ومنطقته، فهذا حقيقه اليوم الشيء كبير جدا وشيء عظيم جدا. فنتمنى اليوم من كل المسؤولين الحكوميين انه ياخذون حذو رئيس الوزراء، كان وزير زراعه، وزير موارد مائيه، الوزراء الاخرين بكل المجالات بكل الها، اليوم انه يهتمون بالمواطنين اللي لهم صله بعمل وزاراتهم. فهذا حقيقه تحيه السيد رئيس مجلس الوزراء على كل هذا العمل. طبعا قبل ما اختم وياك ابو خالد، يعني حقيقه ان شاء الله يا ربي عملكم بالجمعيه الزراعيه انه يكون عمل اليوم يستفاد منه الفلاح في المدائن وحتى الجمعيات الاخرى. قلت لي انه تريدون زياده بالسعر على سعر نعم المحصول الحنطه. نعم. زين اريد اكو شغله مهمه وي. انتاجيه الدونم ليش انتاجيه قليله في بعض الاحيان؟ لا لا اكو ارض تنتج حتى طن وطن وربع الدونم الواحد. طن طن وربع؟ نعم طن ووزنه طن وربع. وصلتوا هيك؟ نعم نعم. فهذا رقم جيد لان انا سامع اكو بعض لا 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 مو اكو قيعان مستصلح اكو اكثر تحتاج ناس مختصين. نعم مره نعم اكو ارض مستصلحه تنطيناتي هاي الارض المستصلحه ان شاء الله. كل التحيه والشكر لك ابو خالد. اشكرك استاذ، الله يبارك فيك ويعزك. طبعا احبت المشاهدين انتظروا عندنا لقاء اخر راح نتحدث بتفاصيل كبيره ومهمه جدا تخص زياره رئيس الوزراء الى هذه المنطقه وتخص ايضا الزراعه الاستراتيجيه بقويان. طبعا احبتي المشاهدين اليوم لقائنا الختامي، اللقاء نقدر نقول ختام مسك، وكل التحيه لكل اللي التقينا بهم بحلقه اليوم. ابو محمد اللي رئيس الوزراء اختار ارضه حتى يزورها ويتعرف على الواقع الزراعي. ابو محمد من الناس المزارعين المعروفين في المدائن وعلى مستوى محافظه بغداد، وكله يستخدم تقنيات ري حديثه، يستخدم الحداثة في عمله. هذا الشيء اليوم اللي خلى دولة رئيس الوزراء اللي يشجع على هذا الشيء انه يزوره. شلونك ابو محمد؟ الحمد لله. ان شاء الله تكون بخير. الحمد لله خير وبركة. الله يخليك. اريد اعرف بداياتك ويا الزراعة من يا سنة. والله استاذي انا سبق وين كنت موظف، تركت نعم. الوظيفة وتركت الرواتب الوظيفة ورجعت للزراعة. الزراعة خير سبيل هي اليوم وخير النجاة بها والعمل بها مع رب العالمين. اريد نقول مثل لا ابو محمد بس اكو هواي راح يتركون الزراعه، يعني عجب انت حاب هذا المجال. المجال هذا مجال بمجال تطور نفسك. نعم. بمجال بمردود اقتصادي. يعني نقدر نقول الوظيفه تقيد الشخص. اكيد اكيد الوظيفه اليوم انت لو تتوظف لو تشتغل هذا المجال، هذا المجال واسع. هذا المجال تقدر تستخدم تقنيات حديثه، تقدر تستخدم آلات حديثه، تقدر تطور نفسك، يرد لك مردود اقتصادي اعلى من الوظيفه. نعم، اريد اعرف بداياتك بالزراعه، زرعت شنو اهتميت؟ اختصيت بشنو؟ انا عندي محميات. نعم. خضر، خيار، طماطم، فلفل. مو بهاي الارض؟ هاي الارض، ارض اخرى. نعم. اي، وعندي استخدمت التقنيات الحديثه بالري بالرش.
نعم. اكثر من نوع، انا عندي 7 منظومات ري مثل هذه. من يا سنه بديت بيها؟ من 2014. من 2014، شنو خلاك تتجه لهذا الموضوع؟ هذه به مردود يعني اقتصاديه، اقتصاد بالمي اكثر. يعني انت اذا عندك شحه بالمياه تكون تقدر تسيطر عليها. نعم. بهذه التقنات. هذه التقنات سيطرت؟ نعم. نعم. انا هسه اللي عندي ما عاد غيري. هسه بهاي الشحه هاي السنه اللي عندي هسه ماكو تلقي بزرع بهذا المستوى وبهذا. زين، حتى تجربتك اليوم الفلاح العراقي يستفاد منها، ونخليك اليوم كمثال يحتذى به امام كل المزارعين بمختلف المحافظات. شلون بديت وموضوع اقتنيت هاي تقنيات الري الحديث؟ ايش سويت؟ لمن اتصلت؟ يا يعني شلون وصلت لك؟ انا هذه عن طريق وزاره الزراعه اخذتها. نعم. هذه التقنيات اخذتها عن طريق وزاره الزراعه. قدمت طلب؟ قدمت طلب ولبوا الطلب واستلمت منظومات هسه هذه المنظومه باربع ابراج، عندي منظومات ب 11 برج. 11 برج. من هاي. تفضل خلينا. لاينر. التسير بخط مستقيم. بخط مستقيم، شنو طريقها؟ ما بيها ضائعات وما بيها مثل هذه. هسه هذه شوف هذه الزوايا ما تصلها النهايه. يعني دائما المواطن العراقي لما يصعد الطائره يسافر بدول هاي يشوف بالارض يشوف دوائر. بالضبط، هي هاي بسبب الدوائر هذه. هذه الدوائر مال مؤهلية. وانا استخدمت بعد يعني الطريقه الارواء مالتي بالمشاريع المغلقه، انابيب مغلقه في داخل الحقل. لان انا شايف انابيب تطلع انت غلقتها. انا لا مو بس تطلع استاذي. اكو معظم المرشات تستخدم حفره قريبه من المركز تستخدمها، انا ما استخدمت هيجي حتى اكون مسيطر. اخذ 360 درجه تفتر المنظومه مالتي، حفرت الانابيب ودفنتها، والكهرباء كذلك. نعم. هسه انا هنا ممرر انابيب مال كهرباء وانابيب بيها كيبلات كهرباء استخدمها بعملي. هاي شنو صناعتها؟ هذه نمساوي. نمساوي، يا سنه وصلت لك؟ هذه اخذتها بال 2019. ايش قد سعرها؟ هاي سعرها 28 مليون. هاي تقسيط لو اشتريتها؟ لا لا، على 10 سنوات، يعني مدعومه من قبل الدوله. 10 سنوات؟ نعم 10 سنوات. نعم، يوم تنصح الفلاحين انه يذوبون بهذا المسار؟ نتمنى انه يكون كل الفلاحين حتى لا تكون شحه عندنا بالمياه. نعم. هذه توفر لنا مياه، توفر لنا اكثر من 50%. زين، يقول لك هاي تحتاج كهرباء وهاي الامور. وان تكون الكهرباء، انا عندي هذول 3 منظومات مولده 11 كيفي كافي عليهن. كافي عليهن 11 كيفي تكفي 3 منظومات. وحتى يعني اليوم توفر لك التعب مال الري السيحي وهاي. اي الصبح يديرون كرك، قلت لهم ما عندنا كرك احنا هنا، ما نستخدم كرك. فعلا احنا ما عندنا كرك. طورته. اي ما عندنا شغله بيه. جيد. اريد اعرف كواليس زياره دوله رئيس الوزراء السيد محمد الشياع السوداني الى ارضكم. احنا بالبدايه اريد اعرف ليش اختارك انت؟ احنا عندنا معلومات انه الرجل مشكور زار مزرعتنا لاغتنامنا هذه التقنيات الحديثه. اها جيد. وبعد استفسار طبعا اكيد من الدوائر ذات العلاقه اللي هي وزاره الزراعه. رشحوا اسمي. رشحوا اسمي اني كمزارع استخدمت هذه التقنيات منذ فتره. نعم. واحنا اول مره تصير عندنا هيك زياره من 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 قبل رئيس دوله. أي. يزور مزرعه ويهتم بها. نعم. فهذا اهتمامهم خلانا صار لنا 4-5 ايام مقيمين بارضنا. ليش؟ قاعدين نجلس، اكو احد يشجعك. يعني اذا شفت رئيس وزراء يجي بعد هاي شجعت؟ لا تشجع، اكيد تشجعت، يعني نعم. معناها الدوله مهتمه بعملك، مو مثل انت تزرع وما حد يهتم بك. زين. احنا طلباتنا ايضا لباها الرجل. يعني طلبته من عندي؟ احنا قلنا له اهم شيء انت تدعم لهم خرجات مال الانتاج مالتنا، لان هذه تفيدنا بالجسم، ما نريد المدخلات. وعد بدعم المخرجات؟ وعدنا الرجل، وعدنا بتوفير هذه التقنيات الحديثه لكل الفلاحين الموجودين اللي يريد. هسه باب الترشيح وباب شو اسمه مفتوح، تقديم طلبات. تقديم طلبات مفتوح. زين، اليوم احنا شفنا الفيديو عن طريق المكتب الاعلامي لدوله رئيس الوزراء، شاهدنا الكلام حضرتك ويا الاخوه اللي موجودين مع دوله رئيس الوزراء. أريد الكواليس، هل دولة الرئيس الوزراء حسيتوه سيد محمد الشياع السوداني حقيقة مهتم بالزراعة؟ نعم. حاب هذا المجال؟ نعم. صح، هو أساسه مهتم وعمله وكان كله زراعة. حتى أنا باللقاء معه قلت له إحنا قلقين، أنا بالنسبة لي عائلتي عندي 8 مخرجين هندسة وقاعدين، قلت له سيادة دولة رئيس الوزراء أنا قلق جدا على هذا أبنائي وأبناء أخواني، أنا تاركهم يعني يقعدون على الفلاحة والفلاحة إحنا مهددة. قال أبداً لا تقلقون،
نعم. يعني طمنا قال لا تقلقون على مستقبل الزراعة إن شاء الله إحنا داعميها ومهتمين بها، وهي ثانيا الأساس الحياة بالبلد. زين. ما تتأثر البلد بحروب أو غير شكل ما تتأثر. نعم. إذا يعني وفرنا هذا المنتج. نعم. وين تجول؟ تجول في هذه المزرعة والمزرعة الثانية ذيك المرشة. ممتاز. جيد. ومشكور هو. أبو محمد، سؤال مهم جدا اليوم أنا أريد أعرفه، حتى شنو الفلاح يقتنع 100% بأهمية تقنيات الري الحديث. أنت قبل كنت تزرع سيحي. نعم. حالك حال عام. نعم. وبعد سنوات حولت لتقنيات الري. نعم. ايش قد ينتج الدونم هنا وايش قد ينتج الدونم هنا؟ استاذي هذه المرشات بيها نقول بلهجتنا مآرب كثيره. نعم. اللي هي انت هذه الارض عندما تستخدمها هذا الموسم الاخر تطلع بكر، يعني تقلبها لان ماكو تغدق، ما عندنا مياه عميقه وتاذي التربه، ما تاذي التربه. ايه نعم. التربه من تستخدمها سنه ثانيه ايه. تكون كانما توك يعني مستخدمها متروكه من تبوير. احنا قبل نظامنا لازم تبور، يلا يصير عندك انت. صحيح. هاي ما نحتاج تبوير، هاي خلصنا منها. ثانيا يعني الانتاجيه اهم شيء انت الفلاح الانتاجيه. الاسمده هسه اسمده انا ما احتاجها، اسمده استخدم هاي نفس الجهاز بالسقي وبالتسميد. نعم. انتاجيه قد تقريبا فرق صار؟ يعني 50% فرق. يعني دونم اذا قبل كان 600 هسه 1200. 1200 نعم. ممتاز. وصار عندي العام اول عام كانت وزاره الزراعه 1720 كانوا طالع وصلت للدونم انتاج. اي نعم. جيد. العام ايش سوقت؟ العام ما سوقت والله خير من الله. ها والله هالسنه بقد العام لو اقل؟ والله السنه عندنا مساحات خرجت يعني اللي هي مو اللي سيحن ولا المرشات، وايضا عندي مرشات في على مشروع اخر اللي هو يروي من نهر دياله متوقفه بسبب شح المياه. بسبب شح المياه. نعم. اذا العراق كله استخدم تقنيات ري حديث تنزرع كل اراضينا؟ اكيد سادي. هسه هذه المنظومات وحده اثنين ثلاثه. نعم. ثلاثه على مضخه وحده 6 انش بس ومكافيه. وشوف هذا الزرع مالهن هذه وذيك وذيك الثانيه، يعني لو كل الفلاحين استخدموا هاي التقنيه ما نحتاج يعني هدر زياده بالمي، ما نحتاج مياه اكثر من هذه المياه اللي موجوده، يعني تغطي الدوله. نعم. الحمد لله مفكره بيها يعني من فتره، بس الفلاح ما ادري. انا اقول يعني لك مرت سنوات علينا للاسف ناسين هذا الموضوع، هسه بدا الاهتمام الحقيقي. مهتمين هسه بيها والحمد لله ان شاء الله متوائلين ومتأملين كل الخير من هذه الحكومه. وطريق الالف ميل يبدا بخطوه. ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله يبدي. ان شاء الله. موضوع اخر انه ركزتوا على دعم المخرجات. نعم. ليش ما ركزتوا على المدخلات؟ دائما قلتوا للرئيس انه اريد مخرجات، ليش؟ المخرجات المدخلات. نعم. اكيد ناكد عليها. المخرجات اللي هو انتاجنا. نعم. لازم يكون مثل ما يقول تدعم، ما اريد المدخلات لا تدعمها. شيل الدعم منها. نعم. لان هذه احنا جسها يعني حقيقة ما تصل لنا. ليش ما توصل؟ ما توصل. يعني تدعم شيل كل الدعم من المدخلات خلي بس المخرجات. فيعني اهتمامكم بالمخرجات. نعم. سيادة رئيس الوزراء أيضا اهتم بها، وكان أحد إخواننا الفلاحين كان قاعد بالجلسة طرح هذا الموضوع. الرجل يعني اهتم به كثيرا، وأعتقد يمكن ثاني يوم أو ثالث يوم شفت كان عنده لقاء بمجلس الوزراء أكد عليها. ممتاز. قال لهم أنا لاحظت. دائما يأكد على موضوع دعم الفلاحين خاصة بموضوع مثلا الأسمدة اللي. نعم. قال انه عادة تنقل. نعم. بين المدن، ولكن للأسف اكو بعض الفلاحين الآن يتصلون بي يقول اكو تقييد بعض الشيء. نعم. هي خفت الإجراءات لو صار. احنا بالنسبة لنا مناطقنا اكو شرطة تسمى بشرطة الطاقة،
اللي هي موجودة متواجدة على عمود الشركة الصينية. واجبها طبعا يكون حقل يمكن. نعم هذا الشارع اللي اشوفه هو حقل نفطي. واجبها هي على موضوع ما يخص الشركة النفطية. نعم. هم يتدخلون بأمور. اتفضل. نعم. اللي منها مثلا انت شايل لي برميلين غاز، انا شايل برميلين غاز عندي حاصدة. نعم. وعندي قسيمة قطع ومستلمها من الدولة، استلم 2500 لتر بالموسم مال الحصاد، ال 2500 لتر اخليهن بالبيت واشيل لي يوميه برميلين قد حاجتي. صح طبعا. لزموا اخوي، عندي اخوي العام وثلاث ايام هو بالتوقيف. على ويش؟ سولفوا لي علي وخابروني. بالله وشايل شايل برميلين غاز. يابا عندي كتاب قطع. وعندي سنويه مال الحصاد. نعم. وعندي موسم يعني حصاد. هاي مو مشكله عام، مشكله بهاي المنطقه. وعندي هويه فلاح. نعم. يعني شو اجيب لك بعد اني؟ والسيارة احجزها والمنتوج احجزها وتعال. أول ما بالشارع تضحي بالمنتوج؟ قلت لهم والله ما أضحي بالمنتوج أبدا، لأن أنا من راح أضحي راح مرات الأخ يسويها ويا غيري. قلت له خلي الولد ظل موقوف. قاعد تعانون الموضوع، أكو شرطة طاقة هنا لأن أكو حق النفط وشركة صينية. نعم هو مو واجبهم، قاعد تقيدكم مو واجبهم. يعني أنت تشيل لك بايك مياه، هاي موجه ندانة لوزارة النفط يعني. نعم يعني خلي الامور تمشي. انت شايل لك برميلين غاز ويعرفهن والله حق المعرفه، يعرفهن ان هذه استخدام لاغراض الزراعه. نعم. ما عندك اكثر، ولا اللي يهرب ياخذها بموضوع التهريب. لا احنا ويا اذا تهريب ويا على المهرب، احنا هاي الشغله. نعم. ما نقبل بها ان شاء الله. يوصل صوتك. تعال مهدي، تعال خبصتني وخبصت حتى دوله رئيس الوزراء. تريد صوره؟ انت ايش قلت لدوله رئيس الوزراء؟ تعال يمي تعال. ايش قلت له رئيس الوزراء؟ قلت له دولة. لا اوقف. ايش قلت له؟ مال صورة اريد. اي طق وياك صورة. انت شو تريد هسه؟ هو عنده طلب. استاذ عندك طلب. انت قلت له اريد اقول جملة، يلا قولها للجملة. انا فلاح حراقة، اريد دعم المخرجات فقط. تريد دعم المخرجات فقط؟ قلت له دولة رئيس الوزراء؟ لا. وطقيت وياه صورة؟ ايه. صورة وينها؟ هاي يريد يلحقها بذاك ال ها ان شاء الله. يلا احنا نشكر جهودكم. يعني انت بتكبر تصير فلاح؟ ايه. ان شاء الله ربي يحفظك ويوفقك. طبعا كل التحيه والشكر لك استاذنا ابو محمد اللي تعتبر حقيقه استاذ اليوم. انت مثال يحتذى به، لان اليوم لما دوله رئيس وزراء انه يختارك يختار ارضك، لان اشاف بيك انت النموذج الحي والنموذج اللي تقدر اليوم توصل رساله حقيقه. احنا اليوم حكومه عراقيه، وزاره الزراعه، وزاره موارد مائيه، فلاحين ناجحين مثل ابو محمد، اعلام عراقي كارض السواد. اليوم حقيقه احنا مع تقنيات الري الحديث. عندي معمل للتنقيه ايضا ناصبه ممتاز بالحقل. ايه. ما احتاج يعني مو للعمل، وانما ما سمعت هواي عندك مزارع اخرى لموضوع بيوت بلاستيكيه. نعم عندي. انت بيك حلقات هواي ارض السواد. ما راح تتعب. 10 بيوت بلاستيكيه انسق بسرعه وياك. اهلا وسهلا. الله يخليك. ان شاء الله بالمستقبل نلتقي. شكرا جزيلا. تفضل ارتاح. ربي يخليك. الله يخليك. الله يحفظك. طبعا احبه المشاهدين، شفتوا حلقتنا اليوم. حلقتنا هي بها رساله، ممكن راح تفكرون تقولون شنو الفائده انه رئيس وزراء راح الفلاحين وراح الارض الزراعيه والتقى بيهم وشاف طلباتهم، على شنو يا ارض السواد؟ طلع الكادر من صباحيات هاي من الفجريه ورايحين لهذه المنطقه، يا بروح لغير مناطق. احنا بيعدنا رساله اليوم، اذا مو الاعلام يتكاتف مع الجهات المختصه، يتكاتف مع المستفيدين من الفلاحين، حتى ننقل العراق من تقنيات ري قديمة أثرت اليوم على موضوع المياه بالعراق بمختلف المحافظات العراقية، ننتقل مباشرة إلى تقنيات الري الحديث اللي حقيقة بيها فائدة بالإنتاج وتوفير المياه على مود الجميع يزرع، على مود نحقق أمن غذائي حقيقي، ما نأثر اليوم على جهد حكومة وغيرها من هذه المواضيع، لأن إحنا السنوات الماضية عانينا معاناة كبيرة جدا. اليوم هذا المثال، هذه الأرض الزراعية المعتمدة فقط على تقنيات الري الحديث، ما شاء الله قاعد تنتج رغم الشحة الموجودة. تخيلوا لو كل العراق يتحول إلى الري الحديث، راح نحقق انتقالة كبيرة. خاف العام حققنا اكتفاء ذاتي وأمن غذائي، ممكن السنوات القادمة نحققها، ممكن يكون عندنا زيادة تروح للتصدير ونستفاد من عملة صعبة. إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من برنامج أرض السواد، نلتقيكم بحلقات أخرى. إلى اللقاء.